سافر من حالي أنا بهرب من سن لسني بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني سافر من حالي أنا بهرب من سن لسني غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف مرحبا. أهلا، بقدر أقعد وأخذ قهوتي معي؟ تفضل ماتر. شو بتحب تشرب أستاذ؟ قهوة إذا بتريد. بكرم، هيدا أسرع أخلى سبيل سمعت فيه بحياتي. مش صايرة قبل هالمرة. قوي يا معلم قوي. ما زبطت معه ولا صايب شملان لا هو ولا هالكلبين اللي باعوني ولحقوه. فوق على شرفهم بلا شرف. مين عم تقصد يا رافز؟ مين بيسترجي يبيعك؟ بس يقعوا بين ايدي رح تعرفوا. واذا شفته لساف قله الضبع ما بيمثله ميت. شفته اليوم الصبح وبمجرى الحديث جبنا سيرتك وقال لي بالحرف الواحد انه نافز اله معي حق قريبا رح رجعه. بس ما فهمت عن أي حق عم يحكي. وقله الضبع ما بيقبل ياخد حقه إلا بإيده. والله بهالأيام أنت وسيف مش عم تحكوا معي إلا بالألغاز وأنا فهماتي عادي. طعمان الجروان اللازم وإذا بدك نخصيهم نخصيهم. أوامرك معلم. لا اليوم بيكفي بس بالليل رجعوا لبون. بدي يكون كل شيء جاهز ما بدي ولا غلطة. العملية رح تكون سريعة وخطف مفهوم؟ لعيونك يا شيخ. الله معكم.
عرفت شي عن الشباب؟ ما صار. بعرف مشغول بالك وما بدي زيد على قلبك، بس أنا كمان مشغول بالي. بعدك مذكرة من بيت إيمان؟ مذكرة. بترتبي حالك والشباب يوصلوكي على أقرب موقف سيارات، تاخدي تاكسي وتروحي لعنا. ألو، ماتر جبران؟ أهلا ست وردة. بقدر شوفك المساء؟ خير في شي؟ بدي أكتب وصيتي. هيدا آخر مستشفى بحكيها، والجواب هو ذاته، ما عندهم حدا بهالأسامي، لا بالطوارئ ولا بقلب المستشفى. يا ربي داخلك، وين معقول يكونوا يعني؟ ربيع ورفيق في مذكرة توقيف بحق، إذا حظهم عاطل بيكونوا وقعوا بإيدين الدولة. وكيف بدنا نعرف؟ هيك أنا ما بعرف. أنت أكيد مش موقوفين؟ أكيد، بس عطيوني خبر الشابين اللي بعتهم لعندي، دغري تلفنت للمحامي وتركته يعمل اتصالاته وأكد لي إنه الشباب مش موقوفين. لكن وينهم؟ لو في شيء خطير لا سمح الله كنا عرفنا، لأنه الخبر السيء أوين بيوصل؟ اللي أكتر من 20 يوم ناطر منك معلومات عن السمرة، وبعد لهلا ما سمعت منك خبر. قلت لك البنت سجلها نظيف، ما في عليها شيء. ما صار، هلا عم تقلي. لكن راحت مني نسوة، حقك علي. وبخصوص الشاب الموقوف؟ عم يشتغل محامي على موضوعه، اعطينا 10 أيام طلعوا اخلى سبيل. صار، لنحكي هلا بالشغل. نيلي؟ نعم ماما. ليه بتكرهي نديم؟ في سبب معين؟ بعتقد حكينا بهالموضوع من قبل، وقلت لك انه ما بوثق بهيك ناس. واذا قلت لك لما نشتري لي البضاعه من مارجو اعطيته حبه الماس صغيره بظهر البيعه هديه لإله، اعطيني اياها مع البضاعه وما كان يرضى ياخدها، شو بتقولي؟ بقول عنه محتال كبير، عم يعرف يكسب ثقتك بحبة صغيرة حتى تأمني له على الأشياء الكبيرة، ساعتها بتحرز التنصيبة. أنا ما قبلت أخذ الحبة، تركت له إياها لأن حقه. شوفي يا بنتي، هيدا الشاب صحيح فقير بس عينه شبعانة. ماما أنت قلبك طيب، بتفكري حالك بتعرف الناس، ومثل كل مرة بتكتشفيهم مأخرة، ونديم مثله مثل كل هالناس، وراح تكتشفي هالشي مأخر كمان. لا، نديم مش مثله مثل كل الناس. خليك عنيتك. كيف نظرة الشاب الأمريكاني للبنت اللبنانية؟ كيف بيتصرف معه؟ بدك تسألني بالأول كيف نظرة البنت اللبنانية للشاب الأمريكاني وكيف هي بتتصرف معه؟ ما بيقصر، اختلاف صغير بالسؤال. منبلش بالبنت اللبنانية. البنت اللبنانية بأمريكا لها حضورها وإخذ حريتها، بس ضمن التقاليد اللبنانية. وشو بتختلف عن البنت الأمريكانية؟ قلتلك بتختلف كلياً عن الأمريكانية، إن كان من ناحية التصرف أو من ناحية الشخصية. إخذ حريتها بس ضمن ضوابط العائلة، بعدنا محافظين على عاداتنا اللبنانية. يعني اختلاف بالشخصية وبالوضع الاجتماعي. صح. حضرة الأستاذ الكبير ماشي حاله بهالشغل ولا مطرحك يا واقف؟ لا ماشي حاله. ماشي حاله بالطريقة اللي قلتي يعني مش ماشي حاله؟ طمنك كتير شاطر، وطلبت منه يفرج الديانة التصاميم الجديدة. ولا شو كل هالبرم؟ أحسن ما يفكروا أهلها إنه نحن طمعانين فيهم. أنا بعرف بيت ماضي لوين بيروح راسه. على كل حال ديانة تعرفت على نديم. قال لي شو كان رأيه فيه؟ شكله عجب، فكرته ابن حدا مهم، ولما قلت له أنه كان يشتغل جارسون وهلأ صار يشتغل عنا أكيد غيرت نظرتها فيه. ليه بدك تزغريه قدامه؟ ليه بدك تعيريه بشغله شو ما كان يشتغل؟ ليه بتحب تأذي هالشاب؟ شو عمل لك؟ ما بحبه.
حقك ما تحبي، بس مش من حقك ما تحترميه. مش حقك ما تحترميه قدام أصحابك. ليه بدك تحكي عنه هيك لديانا ماضي؟ شو عم بتحاولي توصلي له؟ ما تنغش فيه مثل ما أنت انغشيته. ما بقى تتعاطي مع نديم كامل وبعدي عن شغلي، فهمتي؟ شو السؤال اللي بدك تسألني إياه وأنت هالقد متردد؟ كنت بدي أعرف شو أثر عليك المجتمع الأمريكاني بالذات. حملني مسؤولية. بأي معنى؟ بمعنى الحرية الفردية، يعني أتحمل مسؤولية تصرفاتي. مثل هلأ مثلاً طلبت تقعد معي، ما قلت لك لا، لأني بنت حرة وبحترم حريتي وعندي ثقة بنفسي. وفي كتار هم مثلك اخدين حريتهم وعندهم ثقة بنفسهم. الحرية بأمريكا غير الحرية هون، هيك إلى طعم تاني بيفتح لك شهيتك لحد ما تكون استمع حدودك. يعني ما في ضوابط. مشان هيك في بنات هونيك عاشوا من دون زواج ومن دون ما يكون عندهم ضوابط عائلية، احترموا أسلوب الحياة بأمريكا وضلوا محافظين على تقاليدهم اللبنانية. أكيد في استثناءات. أكيد بده يكون في استثناءات. إذا بدك تمارس حريتك بطريقة سلبية بدك توقع بالغلط. زيدون شوي لو بارون، شرفي حرام عليك، لو عملت قراش كان طلع لي أكتر من هيك. ما تكون تمنيع بابا، أنا كمان بده بربح شوي. هدي هيك منيحة؟ لا مش منيحة، مش منيحة بالمرة. قولي كتر خيرك الله، لو ما كان هيدا مزمزيل بلا ذوق مين كان بيشتري لوحاتك؟ وليك ريكور ولي عمى بقلبك عمي، شو يلي مش عاجبك بلوحاتي؟ ليش اللوحات اللي عندك فيهم فن أكتر من لوحاتي؟ تزعل فن بابا، ناس بدو يشتري اسم، انت اسم ما في، شو بعمل لك؟ عمل لي فنجان قهوة. قلت لي نيلي انك عم تشتغل مع طنط هدى، صحيح؟ صحيح. وشو عم تشتغل معه؟ بالمجوهرات او بالعقارات؟ بالمجوهرات، وعنا مجموعة جديدة عم بشتغل عليها لسوقها. انا عندي هواية المجوهرات وخصوصا الالماز، بقدر شوف شو الجديد يلي عندكن؟ اكيد. وليك ريكور، مع انك كنكينة وبخيل ونوطي تقعد على الفرنج بتعمل وصاج، بس أنا بحبك. وأنا بحبك بابا، بس ما فهمت شو حكيتي؟ بلا ما تفهم خليك عم تحبني ولو بلا مصاري. تعرفي بابا امتين بيصير حق لوحاتك كتير مصاري؟ امتين بارون؟ بس تموتي، لأنه فنان بيموت لوحات بتغلى. خلاص اعتبرني ميت وزيد حق اللوحات. بارون؟ أيوة. إذا رجعت إجت هيدي المزمزيل اللي بلا ذوق تبقى أسألها عن اسمها وشو رقم تليفونها، لأنه أنا بدو بحكيها. لا بابا لا، أنا بدو بشتري منك بيعه بتربح، مش أنت بتبيعه كريكور بيقعد بيتفرج. آه هلأ فهمت، قلي هيك من الأول. عم بقلك بخاطرك وسلم لي على المزمزيل. الله معك. ثقبت انه ايمان كانت بالبيت، تلفنا على كل المستشفيات وما خلينا مستشفى تعتب علينا. ما حدا معه خبره. بركي موقوفين. سألت ما في شي منه. لكن وين بدهم يكونوا؟ بنشوف وين. رجعوا الشباب كله تمام وناطرين الاوامر. صار يعطيكم العافية. بصراحة عجبوني أربع قطع، عقد وسوليتير وختمين، وبدي رأيك. لو كنت محليك كنت اخترت نفس القطع. صحيح عجبوك ولا عم تسيرني؟ أنا اخترت سوق هودي القطع
لأنهم عاجبيني. لكن نقي لي بعد قطعة ذوقك لشوف يلي ببيع المجوهرات كيف بيشوفها. أنا بشوف الزبون أكتر لأني بعرف قيمة القطعة يلي عندي. كيف هالحكي؟ يعني يا القطعة يلي بيشتريها بتزيده قيمة أو هو بيزيدها قيمة وجمال، وأنت من النوع يلي بيعطي قيمة وجمال حتى للجواهر. هلأ هيدا حكي تاجر بده يبيع بضاعته ولا حكي شاب بيقدر الجمال؟ ما بقدر معبر عن إعجابي وأحترم الجمال يلي قاعد قدامي، وضروري أعطيك قيمتك كتاجر بيعرف يقدر التحف الغالي كتير. انتبه، أنا عندي ثقة بحالي ويمكن لحد الغرور، وسامع كتير مثل هالكلام، مشان هيك مش كل الكلام بيعجبني. أنا غنية وفي منهم بيتغزلوا بمصرياتي. أنا قلت رأيي، وبرأيي إنه الجمال ما إله إلا صفة واحدة وهي الجمال، بغض النظر إذا كنت فقيرة أو غنية. خلص صدقتك، وبعدني مصرة اشتري قطعة ذوقك. كريكور، ما بدي هالإنسان بالذات لا يعرف أنا مين ولا يعرف شو اسمي. مفهوم؟ مفهوم. ما بقى توصيني كريكور، ما بتغلط. طمن بالك. يعني خلص بتطمن؟ طمن بالك. تعرفي ليه؟ ليه؟ لأنه كريكور ما بتعرف اسمك وما بتعرف تليفونك ولا بتعرف عنوانك. هلا فهمتي ليه طمن بالك؟ للحقيقة عجبني ذوقك ورح أخد الخاتم كمان. ما قلت اللي قدي أسعارهم؟ مسألة السعر بتحكي فيها مع الست هدى من بعد ما تشوفي القطع، هي بتعمل لك سعر خاص. لا نديم، فضل اتفاقي ضل بيناتنا، ما بدي أحرج التونت هدى. شو بدها رح أدفع؟ ما في مشكل، بكرة إذا الله راد بيكونوا معي وبنحكي بالتفاصيل. هيدي نالي وصلت. أنا صار لازم أمشي، بشوفك بكرة. أكيد. بونجور ديانا. أهلا نالي. عادي. أرفوار. أرفوار. شو؟ هيئتك مش عم بتضيعي وقت؟ شرفي إذا كنت أنت اللي عم تشتري اللوحات، بكسرهم على راسك وراس كريكور. برافو نديمة، برافو. كنت متوقعة تطلع شاطر بس مش هالقد. يمكن هالمرة الحظ خدمني. طولي بالك لنشوف شو بيطلع مني بالمرات الجاية. أنت بعت ديانا ماضي أصعب زبونة ورح تلتقي بكتار مثلها. ما كانت معي كتير صعبة، يمكن لأنه أنت اخترت القطع يلي بيعجبوها وسهلتي للطريق. لا نديم، صدقني أنت شاطر، ومن أول ما شفتك كان وجهك خير علي، وإن شاء الله أنا كمان يكون وجهي خير عليك. يلي بيشوف هالوجه كيف ما بده يشوف الخير عليه. تسلم حبيبي تسلم. قلي عطيتها الأسعار؟ قلت بما أنه ديانا صاحبتكم بالأخص صاحبة نالي، فضلت أنت تحكي معه بهالخصوص. المرة التانية بتنهي السعر مع زبون وبعدين أنا بعمل الخصم اللازم. الحق علي، وديانا طلبت مني يضل التعامل بيني وبينها حتى ما تسبب لك إحراج. عال، رح أعطيك القطع وإنت أعطيها الأسعار مثل ما بدها. رح نعمل منيح؟ كتير منيح. طعمانا الجروان اللازم، وإذا بدك نخصيهم نخصيهم. أوامرك معلم. لا اليوم بكفي، بس بالليل ارجعوا لبوه.
حيجيبولكم خبز ومي لتاكلوا مثل الكلاب، وكتير عليكم كمان. ما طلعوا فيا كلاب، وطعيكم الأرض. الخوان اللي مثلكم لازم يتقوصوا بروسهم. إذا انكتبنا عمد جديد وطلعنا من هون، عايزة سهيل الكلب بدي نطفه بسناني. مش حائد على الضبع قد ما حائد عليه. إذا الشيخ سيف ما عارف نحن وين وعمل الواجب، مش رح ينكتب لنا عمر جديد. الشيخ سيف فكرنا عم نشم الهواء، مش رح يخطر بباله إنه نحن عم نشم ريح دمنا. وينك يا سيف شملان؟ هيدي وصيتي يا جبران، بتمنى بعد موتي تتنفس بحذافيرها. بعيد الشر عن قلبك، اسم الله عليك يا ست الستات، بكير تفكري بالموت. ما حدا بيعرف امتين بيترك هالدنيا. نحن علينا نتمنى طول الحياة للناس اللي بيستاهلوا يعيشوها. بعدين الأعمار بيدي الله. ما مشان هيك عملت وصيتي. فتحت لارا بالموضوع. أي موضوع؟ يلي بيثبت الوصية حتى ما يقدر حدا بعدين يطعن فيها. هيدا الموضوع بيضل بيني وبينك. أنت حضر الوراق وأنا جاهزة لقدام. ما ضروري لارا تعرف شيء أبدا. هيدا الشخص بالذات منه من مستواك، حتى ولو بيشتغل عنا. يعني ما تتصوري قدين زعجت لما شفته قاعد معك وآخذ راحته. بالعكس كان كتير مهذب ولايق. هلأ بتقلك فقير ولايق ما بتصبط. لأنه يلي مثله ما بيكونوا لايقين، بيتملقوا الناس يلي مثلنا ليستفيدوا منه. عم يشتغل عند أمك وحقه ياخد تعبه. ليه بدنا نشغل الناس ونربحهم جميل لأنه عم نعطيهم حقهم؟ كم مرة بدي أقلك مش مرتحت له، وبكرة كلكم بتشوفوا أنه معي حق. أنا بشوف العكس، كنت كتير مرتحت له وهو عم بيعبر عن إعجابه بجمالي. كان شاعري وعميق وبيعرف يوصل فكرته. والله صار يعرف يحكي بالجمال. كل ما بشوفك لابس هالتياب بحس انه هالأوضة ما عادت تليق بفخامتك. هيدي الأوضة فيها حقيقتي، والإنسان ما بيرتاح إلا جوات حقيقته. تعرف؟ منك هين، تعرف تكب إحساسك بجمل عميقة وشعرية. هيدا أسلوبك أستاذ شوقي، ومن عاشر قوما 40 يوما ما بتسمع فيها المثل. العمق مش أسلوب، العمق مضمون. ياما ناس في معها شهادات عالية، بس السخف والغبا أعلى من شهاداته. التعبير العميق يا صديقي بيطلع من القلب والرأس، وانت عندك ياهم اتنيناتهم. يمكن أحلى شي صار بهالدنيا إنك خيي وصديقي وأستاذي وشريك الفقر والليالي الصعبة. وانت خيي وصديقي، وبوعدك ما رح تندم. يلي سمعتوا أخبار عادية من مجموعة كبيرة من شباب من كل الجنسيات عبروا عن إعجابهم فيي، بس نديم عارف يسيبنا مثل ما أنا. ولحق بهالسرعة يعبر لك عن إعجابه؟ ما قلتلكن إنه محتال ووقح وما بينعطاوش. مش ضروري يكون محتال ووقح لأنه عم بيقول حقيقة. أنا حلوة وجذابة وشيك، ما كان أبداً عم يكذب. من وقت ما منعرفك منعرف إنه كل شاب كان يحاول يتقرب منك، تفكر إنه طمعان بمصرياتك. وكل بنت كانت تحاول إنه تكسب صداقتك، كنت تفكر إنه بدأ منك يا هدية أو تبرع أو مصلحة من هالصداقة. وإذا شي ست مجتمع عملت لكم زيارة، كنت تقولي إجت لعنا فلانة بدأ منا نساهم بشوية مصاري للجمعية. وشو بدكن من كل هالمحاضرة؟ يلي بدنا إياه من هيدي المحاضرة إنه شي كتير منيح تتنازلي وتقعدي مع نديم كامل. هذا بدل إنه إحساسك بقيمة جمالك كمرأة أهم بكتير من قيمة دفتر الشيكات يلي معك.
برغم كل هالحكي بعدني بشك انك تغيرتي. للأسف لارا، يمكن نلي معها حق. ما تغير رأيي بالناس، بالعكس صار عندي قناعة أكيدة إنه الدنيا مصالح متبادلة إذا استثنينا صداقتنا من هالواقع. يحرق أبو هالنصر يا سيدي جيب خبز. أنت ما عندك؟ لا ما عندي، أنا بروح أشتري. لا 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 أنا خلي. مصاري. إن شاء الله يكون في حدا بعد الفتح. أهلا حكيم، يا هلا يا هلا، تفضل. مساء الخير أستاذ نديم. مساء النور. بكيري علي على الأستاذ. لا مش بكيري عليك، لازم تتعود عليا من هلا. كنت متوقع اليوم نلتقي بالأوتيل. تأخرت بالعيادة شوي، قلت بتكون أنت هون. تفضل تفضل حكيم. وين شو؟ راح يجيب خبز. عطول بتسائب بوصل بوقت العشاء. ليه مين قالك أنا وشوقي مش ناطرينك وحاسبين حسابك؟ الله يخليكم، أنتوا أحسن شباب أنا تعرفت عليهم وباخد راحتي عندهم. ونحن منشوف حالنا أنه الدكتور باسم يزبك صديقنا. شفت لارا اليوم؟ لا، حكيتها شوي على التليفون وكان الحديث صريح ومهم. يعني الأمور بيناتكم ماشية تمام؟ ما بعرف يا نديم، فجأة لقيت حالي ومن دون ما أفكر وبعفوية عم بقلها أني بحبها. خطوة كتير مهمة. حسيت أنه لازم تعرف حقيقة شعوري تجاهها. لارا تقبلت هالحقيقة؟ ما كانت متوقعة تسمع كلمة بحبك بهالسرعة. بس لازم يكون جواب على مستوى هالكلمة. سكرت الخط بوجهي. سكرت الخط بوجهي؟ كيف هالحكي؟ سكرت الخط بوجهي مش بالمعنى السلبي. سكرت الخط بوجهي من بعد ما قالت لي ما بدها تسمع ولا كلمة من بعد هالكلمة. هيدا أحسن جواب ممكن بنت تقوله لشاب هي كمان مغرومة فيه. بحبها يا صديقي، بحبها.
شو؟ بعدك مضيع بالشقة؟ الهيئة رجع ضياط بالبناية. المشكلة إنه بهذا الحي كل البنايات بتشبه بعضها. حي شعبي شو بدنا نعمل؟ المهم بهالأيام الواحد يلاقي بيت يحمي راسه فيه. تفضل تعشى معنا. ممنونك. ممنونك. بالإذن. في شيء؟ هيدا الشاب لتاني مرة بضيع بالبناية وبيطلع لهون. الحكيم جوا، أنا نازل على أوضتي، شوف شو في باقي عندي أكل، بركي طلع على باله يتعشى معنا. ماشي. أهلا أستاذ، شو بتحب تاخد؟ قهوة. بتريد شي غيره أستاذ؟ لو بدي شي غيره كنت طلبت. روح جيب القهوة وبلا كثرة حكي. هيدي الشنطة ولا غيرها؟ هيدي إياها. شو بدك تعمل بالنسبة لربيع ورفيق؟ بكرة منشوف. ما بدي وصيك، انتبه على حالك. صار. شوفكن بكرة، تصبحوا على خير. وأنت من أهله. يمكن أنا أمريكا غيرتني شوي، بس نلي لو بتبرم العالم ما في شي رح يغيرها. حاطة براسها نديم ومش عم تقبل إنه في ناس شرفة بهالدنيا. كل يلي بيشتغلوا عندهم نصابين وكذابين ومحتلين، مش بس نديم. ما بعرف قدي قلبها طيب ولذيذة، بس أوقات عندها فوقية ما بتنحمل. تونت هدى عكسها تماماً، كريمة ومتواضعة وما عندها عقد. نلي ما عندها إلا عقدة واحدة، عقدة ولاد العيال والناس اللي عندهم مراكز ومصاري. هيدا الفئة من الناس اللي بتهمها. هيدا نلي بدك تقبليها مثل ما هي. أنا بحبها كتير وما بقدر أقعد بلاها، بس بضل خايفة عليها. هيك شي شاب ابن عيلة بس يطلع نصاب ومحتال يضحك عليها وتوقع راسها شك. ويلي مخوفنا أكتر توقع بشاب ما يكون ابن عيلة ومحتال ونصاب. بتجاوبيني بصراحة؟ حسب السؤال. شو بدك من نديم كامل؟ يلي بدي إياه أخدته، اشتريت منه 5 قطع مش لأنه بحاجة لإلهم، بس حبيت شجعه ونفع التانت هدى. بس هيك؟ بس هيك حبيت وفر على هدى أنا تتخبى ورا البيئة يلي عندها، ووفرت على نديم الوقت يلي بده يقنعني فيه إنه بيئة شاطر. يعني الموضوع كله تنفيعة؟ بس هيدا ما بيعني إنه نديم مش شاب حلو. يلا شباب شوفكم بكرة إذا الله رد. الله معك حكيم. مرسي عبيد والبطاطا المسلوقة.
كل يوم تاع. نسيت خبرك، اليوم التقيت بزبونة أخذت مني 5 قطع. ولو بتعرف مين هالزبونة. مين؟ ديانا ماضي، مغتربة من أمريكا، مال وجمال وصديقة لارا ونالي. بداية كويسة، شو بدك أحسن من هيك؟ إيه، وشو طلع لك من هالتجربة؟ طلع لي درس العقد شو بده يطلع لي، لأنه المبلغ اللي رح تدفعه بطير العقد. اللي معه بيدفع، المهم أنت يمشي حالك. يلا تصبحوا على خير. وأنت من أهله؟ أنت من أهله. يمكن عم بتصرف غلط ويمكن تصرفت صح. نهاية الموضوع نديم لإلي مجرد شاب عجبنة. نديم شاب طيب وعفوي ومهذب، مثل ما أنا بعرفك ما بتحب الشاب الخام اللي مثله. صح، أنا ما بحب الشاب الخام، كرمال هيك ما رح يكون في حب بيناتنا. هذا الشيء أنا مأكدة منه. إذا مأكدة من هالشي ليه هالقد خايفة على نديم؟ خايفة عليه هو يحبك ويعلق فيك، لأنك قادرة تخليه يعيش هالوهم. ليه خايفة عليه هالقد مني؟ لأني بعرفك ديانا وبعرف كيف بتفكري، وبعرف نديم بس ما بعرف هو كيف بيفكر. نص ساعة وبيوصل الشيخ سيف. وأنا رح أترككم وأمشي. دوين؟ ما المفروض أنت تكون معنا؟ مش هالقد مرقتي حلوة على سيف شملان. مازال الليلة للمعاينة، وجودي ما له معنى. المعلم بيمثلني. وأنا ما إلي لزوم كون موجود. سيف شملان بيمثلني. حاول تنهي معه الليلة، وبكرة يدفع ويشيل. هيك رح يصير. خاطركم يا جماعة. الله معك. شباك كل الوقت شارد وعم تفكر؟ باسم ولارا اعترفوا لبعضهم بالحب. وكيف عرفت؟ لما نزلت انت لتشتري خبز خبرني. وين المشكلة؟ ما انت بتعرف انهم بحبوا بعضهم. وقفت على كلمة بحبك؟ بخاف من الحب يلي بيخلق بسرعة. ما أنت كمان من النوع يلي الحب بيخلق معك بسرعة. أي حب منهم؟ هيئتك مش بس من النوع اللي بيحب بسرعة، ومن النوع اللي بينسى بسرعة كمان. ولا نسيت مها والغرام والانتقام؟ يا زلمة دموعك بعد ما نشفوا. يمكن يلي كان بيني وبين مها ما كان حب، مشان هيك نسيت. ليه ما قعدتي معنا على العشاء؟ لا تاخدوا راحتكم. كل الوقت ست ديانا عم تحكي عن نديم. جاي بتصير انه اشترت منه 5 قطع؟ لا ابدا، ما ذكرت هالشي. عبكرة رح يسلمها ياهن ويقبض منها. وليه ما قلتي لي انه بيعها هالقد؟ احسن ما تفكس البيعة. وليه هي ما قالت لك؟ بدها تكون فكرت مثلك. وقدي القيمة؟ 50,000 ليرة. وبدك تسلمي نديم 50,000 ليرة؟ ليه انت ما بتسلميها اياهن؟ هي طلبت يكون التعامل بينها وبينه. وبتأمن تسلمي هالمبلغ؟ وبأمن سلمه 1,000,000 ليرة. ما هو ناطر لتسلمي المليون، وبعدين ان شاء الله بتسلمي ست هدى.
بسافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغامرة إيديك الهنا صاروا هني وطني بسافر من حالي أنا بهرب من سن السنة غامرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة